عايشين سافرين خلص لله تلاتة ضلين لتلايكين بالأسطح بالحرية دايما موقعين وانت شكل ما فيه للرؤي محروحي ما اشبه في صوم عطيت وقت مسيح شكل عم يتعصب يحرم وقت التحديد لعمنا ما تنطب أي طائفة Welcome to the event, Soccer Cup for Syria. This tournament is to raise money for Syria. The tournament has 8 teams. Each team has a minimum of 9 players and a maximum of 12 players. The fees for each team is $120. This is a 4-hour tournament taking place on Sunday, April 7th, 2013. The first game starting at 12:15. The place is Queen's Park, New West. شو ناطر يا سوري لنحرر الوطن انا اليوم جاي لوقف واحكي مو كل يوم لازم اقعد افكر وابكي يا مخالف يا مخلوف يا سارق يا مسروق اجى اليوم اللي فيه من هالكف So each team is guaranteed 3 games. If you qualify, you could play more. And each game is 10 minutes, except for the finals, it will be 15 minutes. حاسس عليكم الامان مفروض بالسيف والفم من اليوم ولبكره رح بيكون في رد عم يسرق الوطن ويحتفلوا بالجلاء اجى اليوم اللي فيه حيكف Gold medals will be given to the winner اشتراكيه تفرقه طمع دكتاتوريه اسلام مسيحيه من نادي بالحريه كلنا ايد واحده مع الثوره السوريه ايه مع الثوره السوريه Remember there are only 8 teams so the first 8 teams to pay their fees will be registered After that, we cannot accept any more players. Hurry up and register now because there won't be space for more. أعلى صوت بقول كنا بنحارب الطائفية كنا إيد وحدة إسلام ومسيحية مشكلتنا يا هو إنه سوريس بنا وفينا مشكلتنا يا ناس ما فينا ننسى ماضينا 30 سنة ونحن عم ننسى شيوخ مو كرمال شي بس The first teams to register have priority in choosing their team names and colors But remember, before money is actually paid, nothing is ready عبارة قد اللي صار يردد هالأحمار ما تفكروا هلا وعينا بس كنا مخدرين بالتهديد وقامع والقتل يا من دسين تحية سورية لشهداء الأبرار يلي ضحوا بدمو This tournament is for brothers over the age of 13 For those youth who are interested to play they can still play Please contact us تونا وفرقتونا وحارمتونا ومنعتونا أبدا عن أبصاب حقولنا نحنا باعتونا يا رامي يا مخلوف والله لا تقول فيك وسوي حالك رجل أعمل وانت أكبر خروف يا ماهر يا أسد يا زانق يا مسكين اجا اليوم فينا الرابع نحنا عالخسوف نافين عضلة كلنا عالشعب المسكين فرجوني مرجال الكل This tournament is part of the event Family Fun Day for Syria بس الجوع والبلش وفادك بالإنسان إنسان صارت كلمة من نسام سابقكم ما عم نعرف كيف بدنا ننام I'm so disappointed From the heart cause I'm seeing the people in هنا كالكون دوختونا أفتركون دمرتونا سياستكم كرهتونا بيئة To register your team or if you have any questions رسالة لكل شخص تعز لله سوريا رسالة لكل مواطن سوري عشان Sisters will have to pay from 4:30 to 5:30 بنقوم بشارة بنبنيها واسمها دوما ببالي انا سوريا هيالي Thank you for watching this video And now enjoy some of our past moments. There ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no. There ain't no sunshine when she's gone, and this house.
بتبعد عنا أكتر. الشمس عنا بتغيب وصلنا روحنا بتكبر كل يوم بعد يوم منقول الله يستر من الرصاص اللي بأطفالنا راح تغدر. كل ما بتبعد عنا وبتروح من الحقة والدم بتطلع معه الروح. قاعد ببيتي بس حاس حالي برا الوطن من اول ما خليت لعند ابو هالزمن. شي بندر بن سلطان شي مؤامرة كونية وعصابات وسلفية ومن قصين ارهابية. بدنا حرية بالقوة السلمية واحد منا بيسوى مية عشرة منا بيسوى ال ما عاد بدنا حرامية. الحرية جاية عليكن مثل ضربة كف الحرية على شعبنا والله رح تنزف مثل عروس الثورة بتطلع من وراء القصف. سيارات لبنانية بدون نمرة بتكتشفوها لأنه صحفيين الدنيا بقوة بيلاحقوها كذب الكذب لحتى أنت تصدق. حريتنا شاي هي قصص تاريخنا رح نكتبها رح نكتبها. بس الحرية راجعة رح تشرب معها الشمس. فجأة صحينا من النوم لندور على الحرية لقيناها ركبت جناحات وصارت نجمة مضوية. حطينا سلم بلشنا نطلع باتجاهها لقينا نيازك وأشياء نارية كرمالها كسوبر ماركت ادفع جسد واربح روح عجني أو عجهنم يا روح ما بعدك روح. دخان عاطل وحشيشي مضروبي وأهميتك بالحياة مثل السيارة على الباكيت مصروفي. عم يستنوا الغيمة تمر ونحن في فصل الشتي شايف لك القصة مطولي باينتو جد الحكي. حبوب هلوسي ورشاشات فقدان الوعي خلت الجراثيم تطلع من سكون هالرعي. خذ من حولك نظرة وحاول تحللها آلهة المرتزقة عم تصفط أفكار براسك حملها. بيقول الشعب من قبل ما كان فهمان القصة يمكن لأنه كنا ناكل بدل شعير فصة. انزل على الشوارع دور على المسلحين بتلاقي أهل وأهل بلدك هالمساكين معن سلاح كمر الجوال تصور مجرمين بس ترى يمكن غصن الزيتون كمنظر شوي لئيم. الحرية راجعة ورح تشرب معها الشمس. There ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. بس الحرية راجعة وبدي رح يكون الوطن. وانت بدي بلادي تقتل بولادي وظهرك بالعادي وعلي هاجم ب